قل الى اراضيها، واش رايك في هذا الاجراء؟ هذا الاجراء منطقي، خاطر الدوله التونسيه راهي عندها شغل علاقات مليحه مع الجزائر، كما كنا احنا في واحد الوقت هما ميولوا الوقت تاعهم، هذا ما كان عندهم لا خطر باش ينقصوا شي مشاكل. علاش منطقي هذه؟ منطقي خطر الجزائري ما عندوش لحية. لا ماشي الجزائري ما عندوش لحية ما يدخلش، ولا اللي عنده لحية ما يدخلش، خطاه ينقصوا شويه من المشاكل، هذا ما كان. على تسمى هادو اللي عندهم شويه الحياه هما اللي ما يديروا مشاكل. شويه الحياه خطاه دوك هما راهم في هاد الباب ينقصوا ما حبوش يزيدوا المشاكل، هذا ما كان، هذا واش كاين؟ هذا ما كان، هذا واش كاين؟ يعني انت راك تشوفها منطقيه؟ منطقيه، حاجه منطقيه. وعندك كان زعما تكون عندك لحيه وما يخلوكش تدخل نورمال. لحيه وما يخلوكش تدخل. انت يا زعما راك رايح سياحه في تونس وما يخلوكش تدخل على جال لحيه نورمال. اي عادي عندهم الحق، خطأ اسمح لي، كاين واحد العلاقات مع الجزائر، دخول هذا المنطق عادي، هذا ما كان. دوك لي زوروبيان ماشي ما يمنعوا ديزارجي يدخلوا باللحيه، وتونس اللي خاوتنا يمنعوهم. ولا راهي محتاجه للسياح؟ لا محتاجه للسياح، دوك احنا دوك هذه ما دوك ما نش ما تخدش كيف تعبر، هذه ما عندهاش، هذه دوك ما مش قصدوا الجزائر، هم قصدوا الاسلام. هذا مقياس ما لازم تقيسوا به كاع. وانت زعما لو كان تعول تروح زعما لتونس ولو يمنعوا كيفاش؟ صح هذا الامر ما تقبلوش وبصرامه كامل، لان هذا الانسان كما نقولوا قيسوا في الشخصيه تاعو، لان هذا المظهر هذايا، المظهر هذا تاع اللحيه والقميص ماشي ما نقولوا مظهر عادي عند الناس، وانا مظهر اسلامي، لباس اسلامي، سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما لازمش نقيسوا كانه جريمه ولا كانه كارثه ولا ويخافوا منه. هذا بالطبع الانسان لازم مثلا هما كي يحبوا يديروا كاش مقياس لازم يعاملوا الناس كامل على نفس الشيء، على نفس المستوى. ماشي هذا هو الحل باش يمنعوا الجزائريين ما يدخلوش الاراضي التونسيه على جال اللحيه، باسكو ما جاتش في اللحيه ولا خاطش يقدر ارهابي ينحي اللحيه ويدخل نورمال. تما يقدروا يتخلصوا من هذا الامر، يشوفوا سلطات كذا العليا هما اللي يسيو كاش يكافحوا هذه تاع الارهاب، سينو على اللحيه ماشي بروبليم باش يدخلوا لتونس. نورمالمون تونس دركا واش صرا فيها؟ نورمالمون راها باغية تاتيري لي كليون تاع السياحه اللي تخص في السياحه. دركا اللحيه حاجه بيرسونيل، خويا بغيت تخلي اللحيه ولا بغيت تنحي هذه حاجه بيرسونيل. كاين اللي ما دارش اللحيه ويدير حوايج كبار، كاين اللي دار لحيه وما يدير والو، ستادير هذه اللحيه ما دخلها في زعما في السياسه ولا في السياحه ولا ما كان دخلها. اللحيه نورمال عادي، اللحيه عادي، حوش له على الكواغت نتاعو، حوش له على الاخر نتاعو، فيريفيكاسيون بابي حوشو. شنو هي اللحيه؟ ماشي اللحيه، اللحيه نورمال، علاه ندير اللحيه تقول لي ما تدخلش لتونس؟ اخي بلاد عرب ولا بلاد ما لا، ماشي غير الجزائر، ماشي منعوا غير الجزائر، منعوا كاع لو موند عرب. منعوا كاع لو موند عرب. كل موند يفا داكور نشوفو. تسمى هذيك ماشي كاع نورمال هذه. نورمال، نورمال، هذه غير عادي كاع. لو كان ما يخلوكش تدخل على جال اللحيه. واش يغيضني الحال نقول لك الصح. علاش يغيض؟ يغيضني الحال على خاطرش هذه ماشي حاجه اللي حرام ولا عند الدين تاعنا. ماشي حاجه اللي حرام، وكان حاجه باينه باللي حرام الناس كاع ما تبغيهاش. بصح هذه مادام حاجه انت حلال تبان لي بلي. يا خويا هذه ما تشرفناش انا حنايا. ماشي اللي دارها يا اخي الناس كامل تخلص. فهمت ولا لا؟ اللي يدير اللحيه كامل يخلص. لا ماشي بروبليم في اللحيه، تسمى جميع واحد يدير اللحيه يتسمى ارهابي، ما كاش كيف. تسمى المهم يخلوهم يدخلوا، هذا ماشي قانون دارو، زعما هذا قانون يمنع الارهاب، دوك ينحيك اللحيه ارهابي يدخل لك نورمال، ماشي حاجه واعره، هذه زعما اللحيه اللي تبين لك بلي هذا ارهابي. يجوز نورمال باللحيه ولا بلا لحيه، وراه المشكل؟ هما راهم اللي عنده لحيه شغل يمنع. سيفو مغلطين، مغلطين هكذاك، باسكو التوريزم الجيري وين يروح يسوي البيان فوني، انسان يحوس يشوف الامريكان جينا وين يروح با بروبليم. كان نولوا اللور شويه للجزائر كدير كانوا هكذا مع التونسيين، نقول لهم ما يسخوا حتى واحد اللي عنده اللحيه، هذه الحكايه، هذه واش كاين؟ نورمال عادي منطقي وعندهم الحق تونس. قوانين هذو ما تاع اليهود، تاع اليهود باش يحطموا الاسلام. كان زعما كما يخلوكش تدخل على جال هذه اللحيه هكذا. نعاود نولي واش عاد دير؟ نورمال. نورمال عادي كاع. شئت زعفش اهلو مكه ادرى بشعبها هم على بالهم.
حنا لي زالجيريان تنحيها اليوم تنوض لك غدوه تما وراه ما كان حتى عفسه تما اللي تقدر دير لافرت تروح لتونس ويبورتونا مخاوتنا وجيراننا ماشي اللي يديروا هاد العفسه ماشي هاد الاجراءات اللي تخليهم يديروا كونترنا هاد القانون ما تساعدناش. واحد من لي زالجيريان ما يحب هاد الحاجه باسكو الحياه ديجا سنه وفي الدين وتحب تحارب هاد العفسه. شوف طرق واحد اخرى اللي تخليك وانت لو كان زعما تكون عندك شويه لحيه ولا عندك لحيه وشغل تروح باش تدخل تونس وما يخليوكش كيف نحيها وندخل واش راح دير يا ما تسمعش في اللحيه دوك كيما انا ما نديرش لحيه واحد اخر بالك يخليها ما يدخلش كل واحد كيفاش الوضعيه اللي فيها يا شغل يعني عادي نورمال عادي مش عادي كيفاش عادي عادي الوضعيه اللي يعيشوا فيها وكيفاش ماشي عادي صورة الاسلام تشوهت والناس اللي عنده لحيه وقميص راك تعرف كي داروا هكذا دوك واش تحب دوك ياكل على الشيء تاعهم فاهم يعني الامر تاع بلادهم هما حرين فيها بصح جو فوا انا بلي ما فيهاش حل لازم يخلوا ماشي هذا هو الحل ماشي الحل لا ماشي الحل تاع اللحيه ولا بلا لحيه الحياة كونترول يخلي الناس تاعهم نورمال هي نورمالمون كونترول يزدوا يجبدوا السياح باسكو واش صرا فيهم بيان سور واش صرا فيهم كاع لازم يخطيهم توريزم الصح يدي جرات ما انت لو كان زعما تكون عندك الحياة وما يخليوكش تدخل لتونس واش تحب ما نزيدش نروح ليها الحياة من راجيوغرافي مخي هذا هو درك هما منعوا على هدية على اللحية على اساس راهم يروحوا هكذا يروحوا يلتحقوا بالمجموعة نتاع داعش هذه هي هذا المشكل برك واش رايك في هذه الاجراءات يا خويا الاجراءات هذه انا ما تعجبنيش بيرسونيلمون ما تعجبنيش يقول الانسان يغضب يا خويا هذه حاجه باينه ما احنا ما راناش كيما نقولوا ربي يقول لك خلقناكم شعوب وقبائل لتعارفوا هي تحوس لهم موجبه السياحه هي تزيد دير في قوانين تكسر تون ضيق ضيق في الحاله